الخبر الأساسي والأهم النهاردة اللي كان له ترقب كبير جدا، وأنا يعني هحاول أبقى دقيق جدا في الوصف والتوصيف والألفاظ اللي بختارها تأدية للخدمة اللي احنا بنعملها. البرنامج ده بيقدم خدمة لمشاهدين. أنا هقول لحضراتكم ما هو مرتبط بمجلس الوزراء كخبر وما هو مرتبط بمجلس الوزراء كبيان، لأنه في فرق بين الخبر والبيان. النهاردة في عنوانين مهمين خرجوا من مجلس الوزراء. الخبر هو أنه تم الإعلان بشكل مباشر على أنه هيتم وقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية خلال شهر رمضان الكريم. ده خبر خرج من مجلس الوزراء النهاردة. أما ما هو مرتبط بالبيان فهقول لحضراتكم اللي مرتبط بالبيان. البيان خرج بعد ساعتين وشوية يعني اللي أنا فاكره من الترقب عن بيان هام تلقيه الحكومة. وأنا هنا بقول بيان مش خبر، الخبر له عناصر في مش جديدة النهاردة ولا امبارح ولا من ساعة ما اخترعوا الصحافة، والخبر له عدد من الأركان. احنا ما قدرناش نجاوب على عدد الأركان دي، بيسموهم الفايف دبليوز اللي هي بتبدأ في الإنجليزي بالفايف دبليوز اللي هي هو، مين، وات، ماذا، وير، فين، وين، امتى، واي، زي ما قلت لحضراتكم لماذا. الخبر بشكل أساسي، البيان بشكل أساسي خرج من مجلس الوزراء انه فيه اتفاق تم. الاتفاق ده هو صفقة استثمارية كبرى مع عدد من الشركات او الكيانات الكبرى وفقا لمخطط استراتيجي قومي للتنمية العمرانية، وان الصفقة دي هتبقى بداية لعدة صفقات استثمارية تانية بس، وانها هتؤدي لزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي. فهذا بيان ليس خبر لأنه ما اكتملتش فيه عناصر المين وإمتى وفين و و و والسبب ولماذا وكل اللي بقوله حضراتكم دي. بس من الممكن بالتأكيد إن احنا نحاول نحصل على الإجابات دي من سيادة المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة الوزراء. برحب بحضرتك معانا يا فندم. أهلا بيك يا فندم. أنا قلت الخبر لأنه فيه عناصر الخبر، وقلت البيان كما ذكرته أو ملخص سريع لما ذكره بيان الحكومة النهاردة. بس احنا محتاجين نملأ ما بين السطور زي ما يقولوا، أو نملأ النقط. إيه رأي حضرتك؟ البيان يا فندم واضح، يعني الصفقة وكما تعلم حضرتك أي اتفاق يعني لابد من عرضه على مجلس الوزراء. الاتفاق أو الصفقة تم الموافقة عليها مبدئيا من مجلس الوزراء، وإن شاء الله توقيع الصفقة سيكون غدا إن شاء الله، ويتم إعلان كافة التفاصيل. التوقيع غدا؟ غدا إن شاء الله يا فندم، التوقيع سيتم غدا، وسيكون هناك إن شاء الله مؤتمر صحفي سيعلن خلاله دولة رئيس الوزراء كافة التفاصيل المرتبطة بالصفقة. الصفقة هي كما أشار البيان اليوم هي صفقة كبرى، ما تأتي بالشراكة مع الكيانات الكبرى. الدولة بتهدف من تلك الشراكة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. الصفقة سوف تؤدي إلى توفير موارد مالية ضخمة إن شاء الله أجنبية للدولة تساعد على ضبط سوق الصرف الأجنبي، وبالتالي سوف تنعكس إيجابيا على الاقتصاد المصري إن شاء الله، بجانب الفوائد كما تعلم حضرتك أي مشروع تنموي كبير له فوائد مباشرة وغير مباشرة متمثلة في توفير فرص العمل واستفادة الشركات المصرية المنفذة للمشروع، وبالتالي إن شاء الله ستكون هناك عوائد اقتصادية. من اللافت أنه الإعلان عنها بكرة يوم الجمعة، فواضح برضو انه في ايقاع سريع بخصوص الصفقه دي. اكيد يا فندم، يعني كنا حريصين وبذلت جهود كبيره في المفاوضات، وان شاء الله يعني بما انه ان شاء الله يعني سيتم الانتهاء من كافه التفاصيل فسيعلن وستوقع الصفقه غدا ان شاء الله. الاستاذ مصطفى بكري بمصادره الصحفيه المتعدده التي ربما انا لا املكها اتكلم عن راس الحكمه، هل هو مرتبط براس الحكمه يا فندم؟ يعني خلينا مبدئيا دولة يعني التفاصيل المشرفين كافة تلك التفاصيل، خلينا نقول انه دولة رئيس الوزراء بنفسه هو الذي سوف يعلنها غدا، ويعني احتراما للترتيبات الجارية
وكما جرى العرف لا يتم الإعلان عن أي تفاصيل قبل توقيع الصفقة، فإن شاء الله يعني الموضوع كله يعني ساعات. ايوه، بس ده معناه انه كل التفاصيل بتاعتها تمت دولة خلاص. رئيس الوزراء ده معناه ان كل التفاصيل بتاعتها تمت خلاص وتم الانتهاء منها، يعني ويتبقى الحمد لله الاعلان يعني بكره. يعني التفاصيل إن موجوده في مجلس الوزراء، ومجلس الوزراء ورئيس الوزراء اختاروا الاعلان غدا. إن شاء الله يا فندم التوقيع غدا، وإن شاء الله سيتم إعلان كافة التفاصيل غدا خلال المؤتمر الصحفي. مع طرف واحد يا فندم ولا مع اكتر من طرف، الطرف الاخر في الصفقه؟ الطرف يعني المسمى او التوصيف اللي صادر اليوم كان واضح، هي كيانات كبرى سوف تشارك في الصفقه مع يعني في اطار سعي الحكومه لجذب الاستثمارات الاجنبيه، فهناك كيان او كيان سوف يتم توقيع مع الصفقه معاه غدا، وإن شاء الله يعني هذا الكيان سوف يمثل شريك استراتيجي للحكومة في هذا مفهوم. المشروع التنموي الكبير. وده معناه انه بالحجم اللي تم وصفه في البيان، ده معناه انها ممتدة لعدد من السنوات، يعني مش حاجة بتحصل في يوم وليلة، في مدى لا زمني طبعا لهذا طبعا المشروع. يعني طبعا طبعا المشروع هو مشروع تنموي عمراني ضخم بيأتي في إطار استراتيجية الحكومة التنموية، وبالتالي احنا حضرتك بنتكلم على مشروع تنموي ضخم سوف يمتد لسنوات لسنوات. ومن لسنوات، ولذلك يعني إن شاء الله المشروع سوف يستفيد منه الاقتصاد المصري ويوفر آلاف فرص العمل ويساهم في دعم الشركات المصرية العاملة في تنفيذه، فإن شاء الله يعني نحن بنتحدث مشروع تنموي عملاق سوف يمتد لسنوات مقبلة. بعتذر برضو للكحه، لسه دور البرد ما راحش. عندي سؤال اخر من فضل حضرتك بقى في الخبر. عرفنا دلوقتي انه كافه التفاصيل يحتفظ بيها مجلس الوزراء ورئيس الوزراء يعلنها غدا ان شاء الله. حاولنا بس يعني نعرف من حضرتك شويه معلومات اضافيه. هل بدات خطه تخفيف، هل بدات تخفف في خطه تخفيف الاحمال واحنا بنقرب من رمضان؟ يعني صدر اليوم ايضا خلال اجتماع مجلس الوزراء حضرتك قرار، صدر قرار بوقف تخفيف الاحمال خلال شهر رمضان المعظم ان شاء الله، يعني سيتم عدم قطع الكهرباء خلال شهر رمضان، وان شاء الله يعني الدوله بتعمل قدر الامكان على تحسين الاوضاع والتخلص في اقرب فرصه ممكنه من تخفيف الأحمال، لكن مبدئيا شهر رمضان سوف يستثنى من تخفيف الأحمال على امتداد الجمهورية كلها، مفيش قطع نور لتخفيف الأحمال في رمضان. ما على امتداد الجمهورية كلها يا فندم، يعني إن شاء الله على امتداد كويس. الجمهورية لن يكون هناك قطع للكهرباء. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. سيادة المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة الوزراء في انتظار الغد لإعلان الخبر. النهاردة كان البيان، بكرة يتم إعلان الخبر. يظهر وكما يبدو من حديث المتحدث باسم مجلس الوزراء انه كل التفاصيل تم الانتهاء منها يعني، لكن في الانتظار الاعلان على لسان رئيس الوزراء بكره ان شاء الله.